نصائح لفقدان الوزن بنجاح. تتوقف نجاح عملية إنقاص الوزن على نمط الحياة والعادات المتبعة التي تختلف من شخص إلى آخر، ويتوجب عليك إجراء تغييرات دائمة في أسلوب حياتك وعاداتك الصحية. وضمن هذا السياق نقدم لكم 7 نصائح لفقدان الوزن بنجاح. لا تفعل ذلك بمفردك، ابحث عن فريق الدعم. يحتاج النجاح في تغيير العادات والسلوكيات إلى دعم متواصل من الأشخاص من حولك. شارك إنجازاتك مع العائلة والأصدقاء، وسوف يساعدونك على الوصول إلى أهدافك إذا كنت تتحدث معهم وتشاركهم في رحلتك. كن واضحاً مع أهدافك. حتى تتمكن من تحقيق أهدافك، يتعين عليك أولاً أن تتعلم كيف تضعها، وحدد أهدافاً قصيرة وطويلة المدى. تحديد ما تريد تحقيقه بالضبط يساعدك على التركيز. تغيير عاداتك والتخلص من عادات معينة من خلال تكرار إجراء معين عدة مرات، ومع مرور الوقت تنجح بخلق عادات صحية. تشمل الأمثلة مثلاً وجود تفاحة مقطعة فوق الحبوب، أو طلب سلطة جانبية بشكل دائم عند تناول الطعام بالخارج. التخطيط للمستقبل هو جزء أساسي من البقاء على المسار الصحيح. يمكنك اختيار القيام بذلك كل يوم أو كل أسبوع. خطط للوجبات التي ستتناولها، وأوقات العمل والتواقيت والميزانية سيتيح لك ذلك تحضير بعض الوجبات مقدماً مما يسهل الأمر. تتبع تقدمك وكذلك خيارات الأطعمة وتقييم مستويات النشاط والوزن والدهون في الجسم بشكل متكرر. أحد أفضل الأدوات التي تساعدك على تتبع تقدمك هو مقياس ذكي لقياس وزنك ودهون الجسم وإبقائك دائماً على المسار الصحيح. إضافة المزيد من النشاط. إذا كنت قد استهلكت وقت التمرين إلى أقصى حد، أو كنت لا ترغب في الالتزام بمزيد من التدريب، فإن إضافة المزيد من النشاط هو طريقة بسيطة لحرق سعرات حرارية إضافية دون المبالغة في ممارسة الرياضة. يمكن أن يساعدك المشي لمدة 20 دقيقة يومياً على حرق ما يصل إلى 100 سعر حراري إضافي. إذا كنت قد حاولت اتباع نظام غذائي صحي مع برنامج تدريب بدني ولم تتمكن من إنقاص الوزن، يمكنك استشارة طبيبك واللجوء إلى خيارات جراحية لضمان إنقاص وزنك بشكل آمن وصحي.